هاي والله هاي والله هاي والله هاي والله ناري ناري أنا في موضوع نسيته أفكر فيه أنا حذب إذا وضحت بقوله لكن نسيت الآن. نعم اللي بس أتكلم فيه موضوع الفراغ فراغ العنان وأهمية الركوب بدون سرج في إجبارك على عدم ترك فراغ زايد في العنان. إذا دخلت في البث الأخير في الانستغرام ما شاف شيء ما ترتبط موضوع الركوب الحصان مكان مغلق. إذا لما يكون الحصان ركوب مكان مغلق وسرج بطريقة أمريكية بالذات وقمة الوزن في فراغ زايد وصان دم بارد أو دم دافئ أو حتى دم حار عربي لكن المكان مغلق أو طالع الحصان الأشياء اللي يقدر يستغلها بحدود الفراغ محدودة خاصة إذا كان الحصان معطينا الأنشاط قبل الطلعة وفي طاقة واضحة وش بيسوي يعني حدود الفراغ عشان بيقمص ساعة طالما ما في طاقة ومدرب زين. لكن لما يكون مدرب زين ونفس الوضع ما في طاقة لكن المكان مفتوح الأوضاع اللي حوله ترجع الطاقة الحصان ما في طاقة واضحة وفي وسط بدوك أو وسط ميدان مغلق مكان مسكر يعني ما في شيء واضح يستفزله استفزله يكون ثواني فقط. لكن لما تركب مكان مفتوح وقدامه مكان مفتوح زي كذا كيلومترات كثيرة قدام يمين يسار وورا يرجع لطبيعته وغريسته اللي كان مرة تعبان اللي هي باختصار اني ابغى انطلق ابغى اتفلت ابغى احتر فيبدا يستغل الفراغ فيضطر الشخص عشان يوزن الحصان اما انه يقفل الفراغ فيطلع من الطريقة حقته خاصة الطريقة الأمريكية او يبدا يركب الحصان مكان مفتوح كأنه مكان مغلق. ففي من طرق الركوب خاصة الإسبانية والأمريكية لما يركب الحصان مكان مفتوح للتدريب يدرب الحصان تعرف انه حتى هو راكب مكان مفتوح يركب دوائر يركب حصان بر ولا في مزرعة ولا في غابة إلى آخره يركب حصان دوائر ما يركب الاستقامة. ليش؟ لأن باختصار من يوم تركب حصان باستقامة يحاول يطلع من الفراغ خاصة لو كان عربي أو دمحار وإذا حاول يطلع من الفراغ أما أنك بالفعل تقفل الفراغ وتسكر طلعت من الطريقة أو أن الحصان سيستغل الفراغ عليك. استغلال الفراغ عليك داخل المكان المغلق ممكن أيضا لكنه بيصير مؤقتا إذا جاء سبب واضح ونادر ما يجي سبب وهم مكان مغلق. فكل ما كان المكان مفتوح زادت الأشياء اللي تحفز الحصان على مخالفتك وكل ما خالفك الحصان استغل الفراغ عليك عن طريق أنه يطلع منه ويسحب ويورطك أو بحدود الفراغ يسوي ما يريد.